أهلا بكم مشاهدين إلى حلقة جديدة من برنامج زوايا الحدث، أخصصها للحديث عن مطالبات أنصار الانتقال براحل القوات السعودية. نظم عدد من أنصار المجلس لانتقال المدعوم من الإمارات وقفة احتجاجية أمام مقر التحالف بعدن، ورددوا شعارات تتهم السعودية بدعم الإرهاب، وأثارت الاحتجاجات تساؤلات كثيرة عن أسبابها وتوقيتها، خاصة وأنها تأتي بعد محاولة سعودية لإدخال قوة حكومية إلى عدن ومغادرة رئيس الحكومة إلى الرياض للقاء الرئيس هادي. وكانت قوات الحزام الأمني المدعومة إماراتيا قد رفضت في وقت سابق السماح لقوة الشرعية بالانتقال والانتشار في لحج تنفيذا للجزء العسكري من اتفاق الرياض. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: أسباب رفض الانتقال تنفيذ الجزء العسكري من اتفاق الرياض، وموقف الحكومة والسعودية من رفض الانتقال تنفيذ الجزء العسكري من اتفاق الرياض. نذهب مشاهدينا لمتابعة هذا التقرير، ومن ثم نعود لبدء النقاش مع ضيوفنا. مطالبات برحيل القوات السعودية واتهامات لها بممارسة الإرهاب، هذا ما عبرت عنه مظاهرة شارك فيها العشرات من أنصار المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا في العاصمة المؤقتة عدن. التظاهرة التي نفذت أمام معسكر قوات التحالف جاءت بعد يوم واحد من مغادرة رئيس الوزراء معين عبد الملك للعاصمة المؤقتة متجها إلى الرياض، بعد أن فشلت الجهود السعودية في إلزام المجلس الانتقالي بتنفيذ الجزء العسكري من اتفاق الرياض الموقع في نوفمبر الماضي. محاولات السعودية في تنفيذ اتفاق الرياض لم تنجح بعد أن فشلت في إقناع قوات الانتقالي السماح لقوات الحرس الرئاسي بالدخول إلى عدن تنفيذا للاتفاق. مراقبون ذهبوا إلى اعتبار التصعيد الذي قاده أنصار الانتقالي تم بدعم إماراتي استمرارا لممارساتها الساعية لعرقلة عمل الشرعية، متهمين إياها بتجنيد نحو 200,000 عنصر لتنفيذ سياستها في الجنوب. ليست المرة الأولى التي يتحرك فيها أنصار الانتقالي ضد السعودية، لكن الشاهد هذه المرة أنها جاءت بشكل مباشر وواضح، وهو الأمر الذي دفع مراقبون إلى دعوة السعودية لمراجعة سياستها في المناطق المحررة والتي تخضع لميليشيات تحركها الإمارات وفقا لمصالحها. فلا تشكرون على لنقاش أوسع ينضم إلينا من الرياض المحلل السياسي مستور الأحبري، وأيضا من الرياض القيادي في الانتقال عادل الشبحي. مرحبا بكما ضيفي. أبدأ معك سيد مستور، إذا ألا يمكن القول أن السياسة السعودية الآن باتت تلدغ من المكان التي ظنت أنه آمن بالنسبة لها؟ مساء الخير لكم ضيفك الكريم ومشاهديكم الكرام. أولا بالنسبة للسياسة المملكة العربية السعودية، الجميع يعلم بأنها تلك السياسة الهادية التي لا تعتمد على الإثارة أو على يعني التجييش وما إلى ذلك، إنما هي ستسعى يعني إلى جمع الفرقاء، الأخوة الفرقاء، ومحاولة تنسيق الجهود لتوحيد جهودهم جميعا في مواجهة الميليشيات الحوثية. الآن بالنسبة للمناطق المحررة، هناك مسؤوليات أكثر للحكومة الشرعية تجاه مواطنيها. التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية، والمملكة العربية السعودية احنا نعلم أنها تقدم دعم اقتصادي ودعم مالي ومعونات وما إلى ذلك لجميع المناطق في اليمن وبدون استثناء. هي نعم. تبذل جهود على الأرض وتبذل كذلك جهود يعني سيادة اللواء، ولكن نعم سيادة اللواء، لكن هناك على الأرض تظاهرة خرجت اليوم ضد سياسة سعودية وتواجد القوات السعودية داخل عدن واتهمتها بالإرهاب، إذا كيف تفسر ذلك؟ عزيزتي، نحن يعني احنا لا نستغرب انه يعني كم المظاهرة، كم عدد المتظاهرين، كم لن يجمع الجميع على تقدير الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية، لن يجمع الجميع على أمر ما، لا بد أن هناك من المخالفين، لا بد أن هناك من تدفعهم مصالح، لا بد أن هناك لهم توجهات أخرى
فيجب ان ننظر يعني لها بعين الاعتبار وناخذها بعين الاعتبار، ولكن لا تؤخذ على انها مقياس للبقيه. اذا كان المملكه العربيه السعوديه تمارس ارهاب في اليمن فيعني انا اعتبر هذا يعني كارثه. المملكه العربيه السعوديه التي تحاول ان تنجي اليمن من ارهاب الميليشيات الحوثيه ومن تجمعات القاعده ومن هذه المجموعات، فبالتالي توصل بالرات، لا، هذه اصوات تعتبر نشاز، اصوات ربما لها مصالح، ننظر لها بهذا الشكل فقط لا غير. نعم. سيادة اللواء، إذن ما الذي يجعل المجلس الانتقالي يعترض عليكم في هذا التوقيت؟ أنا لا أعلم عن الدوافع، ولكن يعني إذا كان هناك اعتراضات رسمية فأكيد أنها ستكون عن طريق القنوات الرسمية، والمملكة العربية السعودية هي راعي للوثاق ما بين المجلس الانتقالي وما بين الحكومة الشرعية. وأنا شخصيا لي وجهة نظر دائما، وأنا قلتها في كثير من المقالات، بأنه بالأخوة اليمنيين ليس الآن وقت أن كل يحاول أن ينفصل وكل يحاول أن يؤسس كيان وكل يحاول أن اليمن يجب أن يبقى موحد حتى تعود الرئاسة الشرعية إلى صنعاء، ومن ثم أيما اتفق اليمنيون على أي شيء يريدونه لن يعترض أحد، وستكون من طرف السعودية لهم في أي توقف. يعني ألا يمكن فهم هذا الاعتراض تنصل عن تنفيذ اتفاق الرياض؟ أنا لا يمكن مثلا أنا أعتبره تنصل كامل، ربما هناك يعني مطالبات معينة، ربما هناك اعتراض مثلا على فقرات معينة، ولكن تبقى الجهود الدبلوماسية وتبقى اللغة الهادية ويبقى الحوار ويبقى يعني في هذا الإطار هو من سيحل هذه الإشكالات، لأنه ليس لصالح اليمنيين أيا كانت. كلما عندما تكثر هذه المشاكل وعندما تكثر بهذا الشكل فالمملكة العربية السعودية هي يعني ما عندها أي مشكلة، لكن اليمنيين هم الذين سيعانون. وأنا أتوقع أنه دائما تأخذ هذه الأمور بشكل هادي من قبل المملكة العربية السعودية وتحاول أن يعني تصل إلى يعني أو المدى التي ترغبه، ولكن بهدوء ومحاولة جمع الأطراف قدر المستطاع. نعم، ابقى معي سيادة اللواء. أيضا أنتقل لضيفي عادل الشبحي، مرحبا بك معنا سيد عادل. إذا لماذا تعترضون أنتم على السعودية وتواجدها في عدن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أرحب بجميع المشاهدين وأرحب بسعادة اللواء الذي سررت أن أتواجد وهو موجود في المداخلة، وسعدت جدا وأنا أسمع هذا الطرح السياسي المسؤول من شخص حقيقة يمثل رأي سعودي. نعم. ليس غريب حقيقة، أنا من داخل المجلس الانتقالي أقول ليس هناك اعتراض على المملكة العربية السعودية وليس اعتراض على اتفاق الرياض. نحن عندنا لدينا بعض الملاحظات على. إذن لماذا خرجت هذه المظاهرة اليوم في شوارع عدن؟ لو سمحتي أرجوك خليني أكمل كلامي. نحن ليس لدينا اعتراض على المملكة العربية السعودية وليس لدينا اعتراض على اتفاق الرياض. نحن لدينا ملاحظات على سلوك وطريقة ورؤية الطرف الآخر لاتفاق الرياض، والذي يريد تمرير بعض الأجندات الخارجية التي تخدم التحالف التركي القطري الإيراني ضد المشروع العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية، مستغلة اتفاق الرياض ومستغلة الدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية للشرعية وهو تيار. سيد عادل، لكن السعودية هي من تشرف على تنفيذ اتفاق الرياض، ولذلك سهلنا، نحن كنا متعاطين بشكل إيجابي منذ أول يوم ثقة بأداء ودور المملكة العربية السعودية وحرصهم وضمانة المملكة العربية السعودية تكفي لأن نتعاطى بشكل إيجابي مع أي عمل سياسي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن. نحن ثقتنا مفرطة بالأشقاء في المملكة العربية السعودية، وما تحدثتم عنه وهو أمر غريب، وقد تحاولون تمررون كثير من وسائل الإعلام، كيف أفرغتم مساحة لعشرة أشخاص لا يتجاوز عددهم 10 أشخاص هم معتصمون جوار معسكر التحالف منذ أيام ومنذ ما قبل أحداث العلم والمشاكل الأخيرة. هم لديهم مشكلة مع الشرعية، وجود أثير لدى الشرعية رفضت أن تخرجه بناء على اتفاق الرياض، وهم لذلك. سيد عادل، هل أفهم أنه لا يوجد بينكم وبين القوات السعودية داخل عدن أي مشاكل، وبالتالي لماذا لم يتم تنفيذ اتفاق الرياض خصوصا الشق العسكري منه؟ طيب، لو
لو سمحتي دعيني أرد بدون مقاطعة. نعم تفضل. أولا نحن الأشقاء في المملكة العربية السعودية يقودون التحالف، هم في موقع القيادة وهم ضيوف معنا ونتقاسم نحن وهم التضحية في الجبهات سواء من حدود المملكة العربية السعودية إلى آخر سواحل البحر الأحمر بالاتجاه الآخر وصولا إلى الحديدة، والمملكة العربية السعودية أتوا لمساعدة اليمنيين شمالا وجنوبا. هناك طرف سياسي في الشمال سلم الشمال، قسم الشمال بين إخوان لتركيا وبين حوثيين لإيران، ويريد أيضا أن يؤجج الشارع في الجنوب ضد المملكة العربية السعودية. لن نقبل ولن نسمح أي إساءة للمملكة العربية السعودية، ومظاهرات الجنوبيين والتأييد الذي حصل عليه المجلس الانتقالي ومؤيدي المجلس الانتقالي خرجوا بما يقارب مليون وهم يرفعون أعلام المملكة العربية السعودية وصور قيادة المملكة العربية السعودية، وما تريدون إيهام الشارع سيد عادل السعودي به هذا غير مقبول وغير صحيح، وعلى الجميع أن يتابعوا. نعم سيد عادل، هناك لأي قيادة داخل المجلس الانتقالي. سيد عادل، هناك اتهام للسعودية بدعم الإرهاب، من هو الإرهاب الذي تدعمه السعودية؟ نحن لن نتهم المملكة العربية السعودية تعذت من الإرهاب وهي تحارب الإرهاب، من يدعم الإرهاب هي تركيا وقطر والإخوان المسلمين في اليمن، المملكة العربية السعودية تحارب الإرهاب على أرضها وهي من اعتقلت أبو أسامة المهاجر قبل فترة قريبة، المملكة العربية السعودية على رأس مكافحة الإرهاب، ليست المملكة من يدعم الإرهاب، هذا خطابكم أنتم ما تريدوه. يا سيد عادل، نعم هناك سياسيين وناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي هم من وجهوا هذه الاتهامات للسعودية وأيضا المتظاهرين على الأرض. أنا أتحدى أي واحد أن يأتي بصفحة واحدة تمثل قيادي بالمجلس الانتقالي ذكر هذا الكلام، هم قلت لك أنه تواجد 10 أشخاص مقابلها تواجد بالملايين في كل ساحات الجنوب تؤيد المملكة العربية السعودية. رجاءً اللعب بمحاولة إيهام الآخر برسائل إعلامية يريدها نصف الإخوان المسلمين الذين خارج الرياض والنصف الآخر يدعمها. تفضل بالبقاء معي سيد. الدعم الذي يقدم للشرعية. نعم تفضل بالبقاء معي سيد عادل. أعود إليك سيادة اللواء مستور، إذن لماذا لا يكون هناك خلاف أو بتتبع الأحداث نجد أن هناك ما يشبه أن لعب أدوار ما بين السعودية والإمارات وإيهام اليمنيين بأن هناك خلاف واضح ما بين السياستين، لكن الواضح للجميع أن السياستين تذهبان في اتجاه واحد. عزيزتي قبل أجاوب على سؤالك لي تعليق بسيط لو تكرمتي. احترامي لضيفك الكبير ومشاهديكم. أولا عندما نقول المملكة العربية السعودية مثلا تؤيد الإرهاب في اليمن، ما هو الإرهاب؟ ما هو يعني ما هي ماهية تأييد الإرهاب؟ هل المملكة العربية السعودية هذا ما نريد أن نفهمه سيد مستور؟ هذا الاتهام موجه لكم من قبل الانتقالي. أوكي لا اسمحي لي، هل مثلا أيد الطرف على هل دولتهم بالأسلحة، هل دولتهم بالمتفجرات، هل شكلت هناك عصابات، هل يعني هذه الميليشيات، هل هالأشياء؟ المملكة العربية السعودية تواجدها في اليمن هو تواجد أخوي للمحافظة على وحدة اليمن وعلى شرعيته وعلى استقراره وعلى دعمه اقتصاديا وسياسيا وماليا بجميع إمكاناتها التي تستطيع أن تقوم بها، بما في ذلك محاولة اجتلاب الدعم الدولي لليمن. هذا فيما يخص هذه الفقرة. فيما يخص الأخرى أنه المملكة العربية السعودية أو الإمارات تتبادل الأدوار، عزيزتي يعني المملكة العربية السعودية فقدت كثير من أبنائها على أرض اليمن مع إخوانهم اليمنيين، بالإضافة الإمارات العربية المتحدة كذلك. إحنا لا ننسى التضحيات، لا ننسى يعني كل في سبيل المحافظة سيد على وحدة سيد اليمن. مستور بالعودة إلى ترتيب الأحداث والحديث عن الإعلان الذي خرج به ناطق التحالف بأن نتائج التحقيقات في الضربات في اليمن تم إحالتها إلى الدول المعنية، الآن تخرج مظاهرة في عدن من قبل أنصار الانتقالي تطالب بإنهاء الدور السعودي وتتهمه مباشرة بدعم الإرهاب.
يا عزيزتي، انا 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 ما شفت هالمظاهرات، لكن هل المظاهرات خرجت مثلا باعداد بالملايين؟ هل خرجت يعني باعداد كبيره؟ هل هناك مجموعه صغيره خرجت؟ يعني هل نعتقد انه الجميع سيكونون راضين يعني عن الدور السعودي؟ لا اتوقع ذلك، لن يجتمعوا البشر على حب الرسول صلى الله عليه وسلم، هم اذا اجتمعوا على المخالفة موجوده، عمليه عدم الاقتناع في الناس موجودين، هذا لا يهم. هل يهم أن نقرأ رأي النخب السياسية وأن نقرأ تصريحات السياسيين وأن نقرأ التصريحات الرسمية وأن نرى الأفعال على الأرض؟ لا يهمنا إذا خرجت مظاهرة بإعداد معينة، لا يهم إذا كان هناك يعني بعض المتحدثين. نعم. وضحت فكرتك سيادة ألي، وتفضل بالبقاء معي. تفضل بالبقاء معي سيادة ألي، وأرحب بضيفي من عدن الصحفي عبد الرقيب الهدياني. مرحبا بك معنا سيد عبد الرقيب. إذا ما حقيقة تضارب الأجندة بين الرياض والانتقال الجنوبي؟ على طول سيد عبد الرقيب، هل تسمعني؟ نعم، إذا يبدو بأننا فقدنا الاتصال مع ضيفنا عبد الرقيب. أعود إليك سيد عادل، إذا كنتم متفقين أساسا مع السعودية، لماذا إذا لم يتم تنفيذ اتفاق الرياض؟ أولا إذا كنتم تحترمون رسالتكم الإعلامية، يجب أن لا تنسبون أي شيء لكيان سياسي دون أن يصدر أي شيء رسمي من هذا الكيان. قلتي بأن الانتقال يتهم السعودي بالإرهاب وهذا كذب وغير المظاهرة والفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أنا أنقل رسالة نفي بلقيس، هي أن تنقل مطالب الشارع. هناك مجموعة من الناس خرجوا للتظاهر في الشارع في أحد شوارع عدن ويطالبون من هذا التواجد. المظاهرات ملايين امتلأت مساحات الجنوب تأييدا للمملكة العربية السعودية. نعم، هؤلاء الناس اتهموا السعودية بدعم الإرهاب. هذا كذب، هذه كذب، ألا يمصدر أي موقف رسمي؟ كل بيانات ومبادئ وثوابت المجلس الانتقالي. إذن كيف نفهم؟ كيف نفهم؟ الصفحات الرسمية لقيادات المجلس الانتقالي تثني على الدور السعودي. رجاء هذه الكلمة تسحبوها، وأنت وجهتي اتهام مباشر. سيد عادل، سؤالي موجه لك، لماذا لم يتم تنفيذ اتفاق الرياض؟ هذا ما أبحث عنه، لا يهمني إن كان بينكم وبين السعودية خلاف. سيتم تنفيذ اتفاق الرياض، وسيخفى من يبحث عن. إذا لماذا قد انتهت المدة الزمنية لتنفيذ اتفاق الرياض ولم ينفذ منه حتى الآن أي شيء؟ حتى رئيس الحكومة عاد إلى الرياض. لا، الاتفاق الرياض ليس علبة زبادي حتى يكون في تاريخ معين أو تاريخ انتهى، هذا عمل سياسي وإنجاز سياسي. هذا اتفاق موقع، هناك آلية زمنية توضح تنفيذ بنود اتفاق الرياض، وهذا ما تم التوقيع عليه. سيد عادل دعيني أكمل يا أختي، أنا ما أحب هذه المناكفات. أنا ما أحب هذه المناكفات، لماذا تريدين إظهار هذه المداخلة بهذه الطريقة؟ أنا قلت أن الاتفاق هو إنجاز سياسي تحقق برعاية وصناعة سعودية ورعته المملكة العربية السعودية بكل قيادتها الكريمة وأنجزتها الدبلوماسية السعودية، وهذا إنجاز تستحق المملكة عليه التقدير، ونحن سنكون حريصين على تنفيذ كل البنود. لكن الطرف الآخر الذي يختطف القرار داخل الشرعية لديه أجندات خارجية، مثل ما سلم المواقع ولم يحرر منطقة واحدة على مدى 5 سنوات، أخذ الدعم واستنزف التحالف واستولى على كل الدعم المادي والمعنوي والغطاء الجوي، وكتواجد لديه كل أنواع الدعم، ولم يحقق أي إنجاز للمملكة العربية السعودية. خسر الإمارات ويهاجم السعودية. نعم سيد عادل، لكن هذا الطرف الذي ذكرته هو ملتزم بما يعني قدمته السعودية، وهو ملتزم بما تعمله السعودية. لم نرى يعني أي رفع رأسه في يوم ضد هذا، ضد الحكم السعودي أو التواجد السعودي في اليمن. ونحن اولا الطرف السياسي لديه فريق اعلامي ولديه قنوات، وهذه احدى القنوات التي تمثل الاخوان المسلمين، وهم طرف فاعل ومختطف للقرار داخل. نعم اعترض على كلامك سيد عادل، هذه القناه فقط تمثل فقط اليمنيين. نعم لو سمحتي، هناك تيار سياسي داخل الشرعية ومن ضمنهم وزراء ومن ضمنهم، لكن اؤكد ان بلقيس فقط تمثل اليمنيين. خلينا نكمل. نعم تفضل. لا إله إلا الله، هذه هي عادتكم. نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية ووزير النقل
ونائب رئيس مجلس النواب وكثير من المسؤولين وكلاء كثير من الوكلاء في وزاره الاعلام يهاجمون التحالف ليل نهار، لم تتخذ الشرعيه ضدهم اي قرار، وهم توصفوا اتفاق الرياض بالمدمر لليمن، هكذا وصفوه، نحن لن نقبل بان اتفاق الرياض سيفشل، بل سنحرص على تنفيذه بما وجد وبما تم صياغته بالشكل الصحيح وليس انتقاء كما يريده. نعم هناك اشكاليه سيد عادل، لا لم أعد أسمع صوتك بشكل نقي، إذا تكرمت بإصلاح هذا الخلل. هذا الخلل من عندكم أصلا، هو الخلل في الرسالة الإعلامية. الآن صوتك أصبح واضح، تفضل. يا أختي الكريمة قلنا بشكل واضح أن نحن لن نسمح بفشل اتفاق الرياض مهما حاول الطرف الآخر وضع العراقيل، ولدينا يعرف الأشقاء ما هي الخطوات التي تم تنفيذها من اتفاق الرياض. عاد رئيس الوزراء ومعه العديد من الوزراء بموافقة المجلس الانتقالي الجنوبي، وكان ذلك بتساهل وتنازل من المجلس الانتقالي مع أن اتفاق الرياض يحدد أنه يعود رئيس الوزراء فقط. سلم الأسلحة الثقيلة المجلس الانتقالي الجنوبي وانسحب، معظم قواته انسحبت من أبين وعادت إلى المواقع، والأشقاء في المملكة العربية السعودية يعرفون هذا الأمر تماما. وعندما أرادت إدخال قوة الحكومة الشرعية كان بذلك بتبادل إخراج قوة لم تلتزم الطرف الآخر، وذلك قبل تفضل إعادة هذه القوة. تفضل بالبقاء معي سيد. تماما هي الخطوات التي نفذها المجلس الانتقالي. نعم تفضل بالبقاء معي سيد عادل. أعود إليك سيادة اللواء، إذن السعودية قدمت نفسها كضامن لتنفيذ اتفاق الرياض، الانتقال الآن يقول بأنه لا ليست لديه مشكلة في تنفيذ هذا الاتفاق، الناس داخل عدن يريدون الخلاص، يريدون تطبيع الوضع داخل المدينة. عزيزتي أنا مثل ما ذكر ضيفك الكريم، أي اتفاق سياسي وعسكري لا بد له من فترة حتى يتم تنفيذه، سواء بالتوافق ما بين الشخصيات المعنية، سواء على الأرض، سواء خطوات عسكرية، سواء خطوات سياسية، لابد من يعني تهيئة الأجواء، الأيام تمر سريعة، يحتاج إلى وقت. وأنا يعني حسب وجهة نظري أنه المملكة العربية السعودية يعني دام أنها يعني قالت أنها هي الضامن لهذا الاتفاق، فهذا يعني أن لديها المؤشرات القوية التي يعني تتأكد منها بأنه هذا الاتفاق في النهاية سينجح. عراقيل لابد أن يحدث عراقيل في أي عملية سلمية عسكرية سياسية اقتصادية سمي ما شئتي، لابد من عراقيل، لابد من اعتراضات، لابد من مطالبات معينة، لابد من اختلاف وجهات النظر، ولكن لا نعطيها الحجم والأهمية التي يعني نستطيع أن نقول أنها تقوض هذا الاتفاق، أو نستطيع أن نقول أنه لن يكون هناك التزام، أو يعني هناك يعني إجراءات لابد الأخذ بها، لابد أن يخرج هناك يعني مشاكل، فتأخذ نوع من الوقت. ويعني أنت سامع كلام ضيفك الكريم، يعني كلام يعني ما شاء الله. الشيء الثاني أنه دائما عادة التصريحات وما إلى ذلك نأخذها من الجهات الرسمية من الجهات المعنية، لكن التخمين، أنا الآن أنا أتكلم أنا بعيد عن أرض الحدث، وممكن أنا أخمن تخمينات وأضع أفكار ربما تقوض هذا الكلام كامل، ولكن هذا الكلام غير صحيح. احنا لندع الاخرين يتصرفون، ندع المسؤولين يتصرفون لنرى نتائج الاتفاق. الجميع مجمع على انهم يجب ان وضحت فكرتك يتخلوا عن جميع هذه المشاكل الى الانتهاء من العدو الرئيسي الذي يريد تدميره فقط. لك المحلل السياسي اللواء مستور الاحمري، كنت معي من الرياض. اعود اليك سيد عادل، البعض يقول بأن لديكم تخوفات من انكشاف بعض الانتهاكات التي حدثت داخل عدن. نحن دائما نعمل بكل حرص ومسؤولية، وعملنا واضح، ونزلت كثير من المنظمات سواء الحقوقية، وزارة كل المواقع المؤسسات التي محسوبة لجهات أو مؤسسات للمجلس الانتقالي الجنوبي. أيضا الإدارة على مدى السنوات الماضية كانت بيد الحكومة الشرعية، ولم يستلم المجلس الانتقالي إدارة المناطق المحررة. كل الوظائف وكل المناصب الحكومية تخضع للحكومة الشرعية التي يرأسها
معين عبد الملك وقبله احمد عبيد منزغر وكل المؤسسات. سيد عادل، نحن ندرك ان عدل لا شيء يخضع فيها لسلطه الحكومه الشرعيه منذ بدات تحركاتكم على الارض. بينما رئيس الحكومه يداوم في عدن معظم اوقات، رؤساء الحكومه داوموا في عدن ولم يداوموا في الانتقالي تحت اشراف المجلس الانتقالي. ها؟ نعم، هذه ما ذكرت انت من بعض المناطق التي كانت تمسكها او بيد القوات الحكوميه وتسيطر عليها بعد انقلابكم على الحكومه الشرعيه اصبحت بيدكم. لا شيء في عدن وفي المناطق المحرره تحت سيطره الحكومه الشرعيه. الانقلاب حدث في صنعاء ورضيتم عنه وتركتموه 5 سنوات. ونحن لم يحدث انقلاب، لم يرضى احد عن الانقلاب داخل صنعاء. والى لماذا تحرك هذا التحالف منذ البدايه؟ لكن كل القوى السياسيه والتيارات السياسيه والقوات والاحزاب لم تحرك شيء ولم تفعل شيء ولم تحرر منطقه واحده ولم تقم باي مجهود ضد الحوثي. نعم، اعتذر. المحافظات الشماليه كلها ممكن أعتذر. انا اتمنى ان تذكرين محافظه واحده تحررت على يد القوات. شكراً. التي تسمينها انت القوات الحكوميه. نعم، شكرا لك. محافظه واحده تحررت على يدها. شكرا لك سيد عادل، وأحب أذكرك أن مارب لا تزال محررة وبيد الشرعية. القيادي في الانتقال عادل الشبحي، كنت معي من الرياض، شكرا جزيلا لك، وأعتذر لمقاطعتك لضيق وقت هذه الحلقة. أرحب بضيفي عبد الرقيب الهدياني. سؤال مهم سيد عبد الرقيب، وفي دقيقتين إذا أمكن، ما حقيقة تضارب الأجندة بين الرياض والانتقال الجنوبي؟ بداية التحية لك وللمشاهدين الكرام ولضيفك. اليوم الصورة واضحة، الإمارات وبعد أن أعلنت انسحاب من حرب اليمن ها هي تصعد عبر أدرؤها العميلة والقفازات التي صنعتها في اليمن، وبموجب تصريحات رسمية من قبل نائب رئيس أركان الجيش الإماراتي الذي قال أنه خلف وراءه 200,000 جندي خارج النظام وخارج القانون وخارج الدولة. هؤلاء هم أدوات العبث. اليوم الإمارات تصعد بشكل واضح. المظاهرة التي خرجت أمس جوار مقر التحالف في البريقة هم أدوات الانتقالي. رئيس الدائرة الجماهيرية للانتقالي متواجد، قيادات المجلس الانتقالي في عدن متواجدون وبالصور وبالأسماء. بالتالي اليوم الإمارات تصعد بشكل واضح. لماذا هذا التصعيد سيد عبد الرقيب؟ ما هي أسباب هذا التصعيد؟ طبعاً باختصار. طبعاً لأن اتفاق الرياض لا يصب في مصلحة الإمارات ولا يصب في مصلحة المجلس الانتقالي. عودة الدولة، عودة الحكومة الشرعية إلى عدن، سحب الأسلحة الثقيلة من يد هذه الميليشيات التي تعبث في عدن وعرفت خلال 4 سنوات وتتخادم مع الحوثي. هذا العبث هو خدمة مجانية للحوثيين الانقلابيين في صنعاء. الإمارات اليوم تشعر أنها يعني خسرت كل مصالحها وكل مطامعها، وبالتالي تستخدم هذه القفازات القذرة وهذه الميليشيات للعبث بعدن والمحافظات المحررة والإضرار بالمنطقة وبالمملكة العربية السعودية. شكرا. على المملكة العربية السعودية أن تعي أن مصلحتها مع الدولة، مع أجهزة الدولة. هذه الميليشيات لن تحقق أمنا ولا استقرارا لا لليمن ولا للمنطقة ولا للسعودية. شكرا جزيلا الشكر عبد الرقيب الهدياني الصحفي، كنت معي من العاصمة المؤقتة عدن. شكرا مشاهدينا على حسن المتابعة. تحياتي وتحيات معد هذه الحلقة عبد الرقيب الأبارة، كما هي لكم من الزملاء في الكنترول. إلى اللقاء في لقاء جديد.